شوف المساحة الكبيرة، بس أنا أقول بس مساحة كبيرة بين العارضين وبين اللي خلينا يمشوها، مو بعد مو كويت ولا كومكون. شوف شوف الفراغات، الممرات الوسيعة ما شاء الله اللي بين الممرات. شوف كل واحد مكانه، كل واحد زاويته. أنا عجبني الممرات الوسيعة، بس يعني شوف 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 الممر شلون وسيع. شوف هذا تسوي معرض، سووا معرض هالشكل وضيق العالم، جمعهم صالة واحدة وضيقة. شوف كل شيء منظم، هني أتوقع في بطولة ينتظرون الناس لما تجي. شخصيات ألعاب فورت دوغ، هني فورت دوغ ضلحنا لا قاعدة دخلت في التذكرة؟ لا اعطوني شو اسمه؟ المفروض يعطيك هذه. ما اعطاني، خلصنا مشينا. التذكرة ما اخذها من الكينج، لازم لي. اي لازم التذاكر، قال لي. يلا اوكي، حبيبي. يلا خلاص. اي بس الممرات حلوة هني. شوف شوف اوريكم. هذا صاحبنا معنا الديرا جيمنج، قاعد يصور الجروب. البطولة اتوقع. وهني في بطولة أتوقع Alien وين ما أدري شنو، في بطولة هني شنو ما أدري والله. هني في بطولة تسجل دور ما شاء الله عندهم، عندهم دور طبعا وقت الظهر تو الناس الليل ما راح تجي. الليلة اتوقع اليوم افتتاح زين، بس لازم مصر. انا شوف شوف هني عندك برضه خاصة هني، خلنا نشوف شو يلعبون العيال الصغار هني. اتوقع العاب ماريو، ايه توقعت انه ماريو. مكان حلو، شوف تقعد مرتاح، ركن خاص فيهم ممتاز. هني بعد حاطين الفان هذه، اتوقع فايت لعبه قتاليه. شوف شوف المكان الوسيع، شوف شوف اماكن وسيعه، يعني حتى لو تضطر الناس راح تمشي، تحط لك اماكن جديده، تحط لك موجود كل شيء. انا ما افترضت كذلك المعرض، انا باختصار بس، انا بس اختصار. ها شوف هناك، شوف ببجي هناك، بطوله ببجي داخل، حط لك على البوابه. ما ادري ايش هني ليجن، اتوقع في بطوله. اتوقع هذه الشركة حقتها، بس مو شرط انك تلعب لعبة معينة. هذا لعبة ثانية. هذا الباب ارجع الباب جديد. هذه بطولة ببجي أتوقع، هذه بطولة ببجي تلفون طبعا. هني ألعاب الأركيد أتوقع أبو طالب، وهني هذه الأولى الجهاز. اتوقع انا بزاوية ما حد عنده فقرات، نفس اللي في المعرض في مرة جيب في فقرات، نفس اللي اتوقع عن شركة عالمية موجودة في المعرض اللي كان. هني صالة المشاهير، هني النجوم الضيوف اللي راح يجون هني تشتري تذاكر، وهني توقيع اعترافات وتوقيع. هذه ألعاب الأركيد أتوقع.
هناك. كان مصير جسمه صغيرة. هذه محلات جامعة شركة إلكترونيات. طبعا في شوف شوف من المكان شوف شوف المسافة بين الطوفة وبين العارضي. شوف هني يعني نبي المعرض اللي بيصير بالبيت يصير هالشكل يعني صراحة. كان وسيع كان حلو. شوف في أماكن كثيرة طبعا متحسبينهم على أساس إنه زحمة الليلة في الليلة يوم الخميس أو بكرة الجمعة تجي زحمة. ما أتوقع على هالوسع هذا كله ما أتوقع في زحمة. شوف 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 أوديكم مثلا عشان المطاعم. في مطاعم هناك بالزاوية في طبعا مسابقة جو سيبلي وفي نجوم جايين. أنا ما أدري والله من النجوم اللي جايين بس معرض مهين كافي إنه فوق وضبط. شركات بحية كابل تريدينج جيمر زون تريدينج هاي شركات جاية بس وديك المطاعم اللي في بعض المطاعم. صح أنا جوعان بس ما راح أكل الحين بعدين أغذي رسومات على الفنايق الرسومات على المرات لازال توسيع هنا. هنا هذا المطاعم. شوف المطاعم قردة المطاعم الزاوية. طبعا راح اطلع ذهب الليلة المطاعم كان صح موسيع كان موسيع بس زين. رماية بوينت بول بس الكثير من اللاعبين يعطون بس سترة معينة توقع يعطون كل سترة معينة. هذه اللعبة واحدة من الألعاب اللي داخل لعبة حركية قتال. شوف اللاعبين يلبسون أقنعة شوف تلبس هذا على أساس المسدس طبعا فيه جهاز يلمسك. وهذه الغرف الغرف اللي كل واحد عن طريق الفراغات هذه مربعات ترمي اللاعب الثاني وفي إشارة طبعا تطلع من الجهاز إلى الرشاش اللي معه. حلوة اللعبة حلوة ممتازة أتوقع. بس أنا خلصت أنا عن نفسي خلصت. زين هذا هو معرض الجيمز اللي فوق ابوظبي من 24 من الخميس لغاية يوم السبت 26 موجود في أرض المعارض الدولية في ابوظبي. شوف المقاطع ثانية ألعاب ثانية وشغلات ثانية بإذن الله. السلام عليكم.